اللي حضرت الملعب اليوم وتعنت جزاكم الله خير، ولكن بعد نهاية الحفل في الدقيقة 70 تفاجأت أن الملعب فاضي، المدرجات صارت بيضة على لون الكراسي، والوضع الطبيعي أن إحنا كجمهور نجلس لما الحكم يصفر، بل أن حتى أقف في نهاية المباراة أنتظر اللاعبين يجون صوبي عشان أحييهم على أدائهم، على تعبهم، على جهدهم، على فوزهم، على أنهم سبب فرحتنا في المدرجات. هناك مجموعة كبيرة بذلت جهد كبير على مدار سنة يمكن كاملة، وهم يعدون لنا لحفل افتتاح كأس أمم آسيا، لهذا اليوم المنشود، أجهزة أمنية، أجهزة طبية، متطوعين، منظمين. هاي الناس الواحد يستحق أن يتواجد معهم حتى نهاية المباراة، يشجعهم، تصفيق جميل منكم، يعطيني دافع أني أنا أعمل أكثر وأكثر وأكثر، وأحس أنه في جمهور وراي، في شعب قاعد يساندني وآزرني وشجعني واقف وراي. هاي السند والظهر. دائما في أي مكان في العالم يقولون عن الجمهور رقم واحد أو رقم 12، فإحنا اليوم إذا نبي منتخبنا يؤدي مثل ما هو مطلوب منا، وإذا إحنا نبي بكرة نتكلم أو ننتقد أو نلوم أي لاعب من منتخبنا، لابد نعرفه ونحسسه أن ترى إحنا كنا موجودين معاك في الملعب. أما أني أنا لا أشجع، لا آزر، لا أتواجد، لا أساند، وحتى إذا كنت في الملعب سلبي، فاللاعب ما راح يحس بالمسؤولية، لأن الجمهور في نهاية المطاف ما حسسه أنه هو وراه. فلذلك اليوم شيء يعني بالنسبة لي عتب عليكم ومحزن حقيقة. الدقيقة 70 والملعب شبه فاضي، مع أن لو رحنا إلى حفل الافتتاح وبداية المباراة كان عدد الحضور في الملعب تقريبا فوق 82,000، لأن الملعب يشيل 88,000. فمن المفترض أن إحنا نتواجد حتى نهاية المباراة. هو اليوم إحنا هذا نسميه المفروض يوم العائلة، لأن أنا شفت وايد عوائل رايحين المباراة، الفاميلي داي. فاميلي داي يبتدي إن أنا وعيالي وهلي رايحين الملعب، نبي نستانس بحفل الافتتاح، بعدين نشوف مباراة منتخبنا، ونحسس أطفالنا اللي معانا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المستقبل، أن ترى في واجب وطني. إذا كل الجهات والهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص قاعد تقوم بعملها، وأنا كجمهور مستخسر أني أكمل 90 دقيقة، أو على سبيل المثال واحد يقول يا أخي إحنا من الظهر هناك، مستخسر يكمل لي للدقيقة 90 من المباراة، حرام. يعني لو مكملت نص ساعة كان كملت دورك المطلوب منك في مدار اليوم كامل. عموما هذا عتب منكم، منتخبكم ترى في أمس الحاجة لكم، منتخبكم عند مباراة، المباراة اليوم كانت مهمة، لكن القادم هو الأهم، والقادم يقول أنا أبي الجمهور يساند ويعازر ويشجع، وقبل هاي الثلاثة يحضر ويسجل حضوره القوي في المدرجات.